ليه أبونا في صلوات سرية تقال سرا وصلوات تقال جهرا؟ على أساس أنه ده سر اسمه سر الإفخارستية، واحد من أسرار الكنيسة. السر هو زي ما احنا عارفين كلمة سر معناها نوال نعمة غير منظورة من خلال مادة منظورة. فأنا لما بقول كلمة صلوات سرية معناه أنه في طلبات خاصة بهذا السر، طلبات خاصة بهذا السر. يمكن كان زمان كل الصلوات سرية، سرية بمعنى أنه الشعب لا يسمعها، لا يسمعها آي. لكن في وجدت الكنيسة أنه في صلوات محتاج الشعب أنه هو يسمعها، عشان كده ابتدت الكنيسة تضع أنه في بعض الصلوات تقال جهرا. أذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا كثيرا. حتة النعم يعني برضو اختلفت فيها، أقول اختلفت فيها المدارس مش اختلفت فيها الآراء. في مدرسة تسلم الحتة بتاعت بعد الرسومات اللي هو الشماس، لما بيقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، نلاقي انه في طلبة دي في آباء يصلوها جهرا وفي آباء يصلوها سرا. جهرا نسمعها نقول كده نسألك، وهي وحتى مكتوبة في الخلاجي، ويقول ثم يخضع الكاهن باسطا يديه ويقول سر حلول الروح القدس. زي ما بقول في ناس في آباء يقولوها جهرا، اللي هي بتقول ايه؟ نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك خطى غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. على أساس سر من أسرار الكنيسة، سر لحظة حلول الروح القدس. من ناحية تانية ليها إدراك، يعني لما بتقال جهرا بتقال من ناحية أن يدرك كل إنسان أن دي لحظة مقدسة، لحظة حلول الروح القدس على هذا الخبز عشان يتحول إلى جسد، وعلى هذه الكأس لكي يتحول. بالتالي لما الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، ليه يعني؟ إيه الفرق؟ أصل دي لحظة مقدسة، لحظة رهيبة، لحظة فيها حلول الروح القدس للتحويل. ده سر الإلهي، ده سر هذا، ده سر الإفخارستية. عارف في حتة معينة أقولها برضو ياجل، يعني في كل الصلوات بتاعت الأسرار يمكن لما نخلي بالنا، حتى في صلاة سر مسحة المرضى في حتة كده يقول لك كده يقول الكاهن سرا لا يقولها جهرا. ليه؟ لأنه حتة مثلا فيها يعني إن سمحت إرادتك فأنت تأخذ هذا الشخص. طب أنا جاي عشان أبونا يصلي لي حسمع كلمة زي كده؟ لا، الكنيسة راعت إنه الحتة دي تقال سرا. حتى أقولها في هذا الأمر برضو عشان ندرك إنه دي فعلا يعني نعمة، إحنا بناخد نعمة عظيمة وإحنا ما شايفين، نعمة غير منظورة. لو تلاحظوا في سر الإكليل، سر الزيجة، نلاقي إنه بعد ما تحطت الأكليل وبعد ما حل الروح القدس باركهما طاهرهما قدسهما أيها الروح القدس، نلاقي أن الأب الكاهن يجيب يد العريس ويد العروسة ويمسك بعض ويحط لفافة، بيقول فيها الشماس كده استلم يا عريس عروستك وحلالك. ليه اللفافة دي؟ على أساس أنه هذا أنا شايفهم اثنين، ولكن من خلال عمل الروح القدس هم صاروا واحد. عشان كده بنقول نعمة غير منظورة، أنا شايف قدامي اثنين، من خلال مادة منظورة اللي هو العريس والعروسة،
إنما النعمة الغير منظورة اللي أنا مش شايفها هم دلوقتي صاروا واحد، عشان كده بيمسكوا يد بعض وبيغطي الأب الكاهن اللفافة باليدين باللفافة، على أساس إنه هذا السر سر لا يدركه أي إنسان ولا يستطيع، لكن نؤمن به إن هم الاثنين صاروا واحد. فعشان كده في صلوات سرية خاصة بهذا السر. البعض ممكن يقول جهرا البعض فيه، بس بنقول سرا حتى ان احنا ندرك أهمية هذا السر. يعني في كل الصلوات اللي انا قلت عليها دي بنلاقي انه الشماس في الاول يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، لما يجي بعد الجسمة يجي يقول الشماس يقول شنو، احنوا رؤوسكم امام الرب، فنقول كده امامك يا رب خاضعين وساجدين. يكمل الشماس يقول انصتوا بحكمة لخوف الله أو لمجد الله. كل ده والأب الكاهن فيه ثلاثة صلوات سرية وهو بيصليها إلى أن يصل إلى الجزء الأخير في الصلاة، أذكر يا رب ضعفي أنا أيضا. وهنا يقول برضو في الطقس أو في الأوشية يقول كده، وهنا يذكر الكاهن جميع الذين يعني طلبوا منه أنه يذكرهم في هذه اللحظة بالذات. يعني فهي صلوات سرية نحتفظ بها أو ندرك أنه صاحب يعني الموكل على هذا السر هو الوحيد اللي هو يقدر يصلي هذه الصلاة. إنما الصلوات الثانية كلها دي كلها صلوات بنسميها صلوات جمهورية، الكل يشترك فيها وليس فقط الأب الكاهن.